أطفال الرائعين، جمالكم والله وجمال الأخضر والأعلام. أهلا وسهلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صباحكم خير. صباحكم خير حبايبي، صباحكم فخر وولاء، صباحكم عز وانتماء، صباحكم حب ووفاء، صباحكم وطن آمن، صباحكم المملكة العربية السعودية. اليوم بمشيئة الله سوف نحتفل معا باليوم الوطني 90. هيا بنا نبدأ، هيا بنا نبدأ، نبدأ بالاحتفال. أحسنتم. أعددنا أن تحتفل المملكة العربية السعودية باليوم الوطني من تاريخ 23 من شهر سبتمبر من كل عام، وهذا التاريخ يعتبر يوم ذكرى توحيد المملكة العربية السعودية وتأسيسها. فقد تم إصدار المرسوم الملكي بتوحيد جميع أجزاء الدولة السعودية الحديثة لتصبح المملكة العربية السعودية. إذن من تاريخ 23 من شهر سبتمبر من كل عام يعتبر هذا التاريخ يوم ذكرى توحيد المملكة العربية السعودية. ومن هذا المنطلق سوف نستعرض لكم بعض المعلومات عن بلدنا الحبيب، ألا وهو علم المملكة العربية السعودية. يعد العلم في المملكة العربية السعودية رمزاً للحاكم وللدولة، وعرف العلم بأنه مستطيل الشكل. علم المملكة العربية السعودية عرف بأنه مستطيل الشكل، ولونه ماذا ترون أمامكم؟ ولونه ما لونه؟ أخضر. أحسنتم، لونه أخضر. تتوسطه كلمة التوحيد اللي هي الشهادتان، لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذن علم السعودية مستطيل الشكل، لونه أخضر، تتوسطه كلمة التوحيد الشهادتان، لا إله إلا الله محمد رسول الله. وأيضا سيف مسلول تحتهما موازن لها. وترسم الشهادتين والسيف باللون الأبيض. أهلا وسهلا، إذن شكله مستطيل، لونه أخضر، تتوسطه كلمة التوحيد، لا إله إلا الله محمد رسول الله. يلا معايا، لا إله إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، ما لونه؟ أيوة، ما لونه يا آدم في العلم؟ اللون الأبيض.
أبيض. أبيض، اللون الأبيض، وتحته سيف، السيف كمان لونه أبيض. أحسنتم. إذا نستمع إلى هذه المعلومات صغار. عندي صوت استمع واطي إلى جدا. هذه المعلومة. يا سفلها. Tool tip. Mute my audio. اسمع صوتي. اسمع الصوت كويس حبايبي. سمين. أحسنتم. إذا نستمع إلى هذه المعلومة. يعتبر العلم السعودي هو العلم الوحيد الذي يحظر ملامسته للأرض والدخول به لأماكن غير طاهرة أو الجلوس عليه. إذا ممنوع إنه يحظر ملامسته للأرض، وكمان ممنوع إن إحنا ندخل به لأماكن غير طاهرة، وكمان ممنوع إن إحنا نجلس عليه. ليش يا كيجي يا حلوين يا أطفال الرائعين؟ لما يحمله العلم من دلالة دينية تعتز بالدين الإسلامي، وبإضافة كلمة التوحيد الإسلامية ألا وهي لا إله إلا الله محمد رسول الله.